اليوم حضرنا بمحكمة الاستئناف لتجسيد شكل نضالي يتمثل في اعتصام وإضراب عن الطعام يبتدئ من اليوم على الساعة 10 صباحا إلى غاية يوم الجمعة على الساعة 10 ليلا، والكل ضد مسودة ولا كذلك التطبيق الضريبي ولا كذلك الامتحان. فهذا الشكل اليوم قمنا بتنزيله كمنتدى المحامون الشباب للاحتجاج كخطوة احتجاجية تصعيدية ضد كل ما قلنا. هذا الشكل النضالي الذي تم تجسيده اليوم بمحكمة الاستئناف بأكادير جاء بناء على الإعلان فيدرالية جمعية المحامين الشباب بالمغرب، والتي يعتبر منتدى المحامون الشباب بأكادير قلميم والعيون منضوي تحت لوائه إلى جانب باقي الإطارات الشبابية المحلية على الصعيد الوطني. هذه الخطوة جاءت لتجسيد وتأكيد الرفض المطلق للمسودة ولا كذلك للامتحان ولا التطبيق الضريبي الذي هو ملف وطني يناضل من أجله مجموعة وجميع المحامون على الصعيد الوطني، وتحية لكل من يناضل من هذا الموقع.